لو مسحت صور من على موبايلك او عملت فورمات للموبايل وفي صور ضاعت وعايز طريقة سهلة وبسيطة تسترجع بيها الصور دي، تابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم معانا في فيديو جديد من قناة عجم ستامبايل. النهاردة معانا فيديو جديد عن طريقة استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة حتى بعد الفورمات. بس كده قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل تطبيقات الموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان ما يفوتكش كل فيديوهاتنا الجاية، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. ويلا بينا نبدأ. كل عليك اللي انت هتدخل على متجر بلاي وهننزل تطبيق مساحته صغيرة جدا، وهو تطبيق ديسك ديجر. هو التطبيق ده كل اللي عليك اللي انت هتعمل تثبيت للتطبيق، وبعدين بنضغط على فتح وبيبدأ يفتح معانا التطبيق بالشكل ده. كل اللي عليك اللي انت بتضغط على بدء مسح الصور الاساسي، وهتضغط على الانتقال الى الاعدادات. هنديله بس الصلاحية وهنديله سماح. ارجع تاني فهيبدأ اللي هو يسترجع معانا كل صور محذوفة زي ما انت شايف كده. بعد ما يخلص قعد دقيقة بس واحدة واسترجع الصور، استرجع 606 صور. وانت طبعا لو حاذف صور اكتر هيجي لك بالالافات الصور. فبصراحة تطبيق رائع جدا. كل عليك بقى لو انت عايز تسترجع صورة فيهم، كل عليك ان انت هتضغط على موافق، وبعدين بتضغط على الثلاث نقط اللي جنب الصورة وبتضغط على استعادة هذا الملف. بتبدأ اللي انت مثلا تضغط على واتساب وبتبدأ اللي انت تبعت له من نفسك تاني او تبعت له من اي شخص تاني، يبدأ اللي هو يحفظ الصور عنده. ولو عايز بقى تسترجع كل الصور مرة واحدة وكل الصور اللي عندك مهمة، كل عليك اللي انت تضغط على الثلاث نقط اللي في الشمال وبتضغط على تحديد الكل، وبيبدأ الكل يتعلم معاك وبتضغط على استعادة وبيصل لك الصورة دي. لو ضغطت على الاختيار الاول هيبدأ الصور كلها تتحفظ في جوجل درايف مثلا، ولو اخترت الاختيار التاني وضغطت عليه هيبدأ اللي هو يفتح معاك الملفات. هتختار اسم الملف اللي عايز الصور تتحفظ فيه، اختار مثلا كاميرا وبتضغط على موافق، وتروح عند الملفات على موبايلك وتشوف الملف اللي اسمه كاميرا وتضغط عليه، وهتلاقي كل صورك اللي كانت محذوفة موجودة فيه، وهتبقى على موبايلك وهتسترجع لك كل الصور والفيديوهات اللي كانت محذوفة من موبايلك. ولو الانترنت عندك بطيء وعايز طريقة سهلة وبسيطة تسرع لك الانترنت، هسيب لك تحت في الديسكريبشن فيديو لحل المشكلة دي. ولو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا نقدمه عن افضل تطبيقات الموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت، ولسه لحد دلوقتي ما اتشتركتش في القناه، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتكش كل فيديوهاتنا الجايه، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.